اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. جوله جديده وفيديو جديد في اسواق الذهب. وحابه كده اول الفيديو اقول لكم كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. وحشتوني وحشتوني كتير، يا رب ان شاء الله كده انه الفيديو يعجبكم. ما شاء الله تبارك الله، حاجه بقى كده من اللي بتدي بهجه وبتدي فرحه وبتدخل الفرحه كده على القلب. الذهب، عشاق الذهب يجمعوا بقى هنا ويشوفوا اجمل التصاميم واحدث الموديلات. شايفين ما شاء الله ذهب كويتي وذهب بحريني واماراتي وسعودي، تشكيله كبيره، وفي ذهب تركي كمان تشكيله كبيره من الانسيالات ومن السلاسل ومن الخواتم ومن كمان الغوايش، يعني حاجه تحفه. الله اكبر، شايفين اللمعه، شايفين جمال التصميم. اللي في الاول خالص دول كانوا طبعا سلاسل وكان احجام كبيره ما شاء الله، شايفين. هجيبها تاني في الفيديو ان شاء الله علشان راحت كده في المقدمه. شايفين التصميم، شايفين دقة التصميم عاملة ازاي. الله اكبر، انا من عشاق الذهب، كنت قلت لكم قبل كده بحب الذهب جدا، اتفرج عليه والبسه كل حاجة يعني، والحمد لله رب العالمين يعني. شايفين في اوزان بقى تقيلة وفي الاوزان الصغيرة، يعني كل حاجة بتنادي صاحبتها. شايفين ما شاء الله، في ناس ما بتحبش غير الحاجات الصغيرة كده، السيمبل الصغيرة، وفي اللي بيحب الاحجام الكبيرة. فمحدش ذوقه زي التاني، كل اذواقكم حلوة، كلكم زي العسل ما شاء الله عليكم، تحفة حلوة قوي. اللي هي التانية دي كده من على اليسار، جميلة جميلة الانسيال ده، احبه كمان لما يكون ليه لمعة كده ولونه اصفر يا جماعة، مش لونه احمر طبعا، من الخواتم التحفة. شوفوا انا منقيلكوا حاجات كده يعني مش اي حاجه، نقيلكوا كمان الحاجات يعني اعرفوا ان ذوقي فيها، اعرفوا ان ذوقي فيها، وانها انا كلها بحب التصاميم دي جدا، روعه وراقيه جدا. شايفين ما شاء الله، ربنا يوعدكم يا رب ويوعدني معاكم. شايفين تحفه تحفه، اعرفوا ان اللي ليه لمعه ده ذهب خالص، ده ما فيهوش كريستال، ما فيهوش لازوردي، ده ذهب خالص اللي هو اللي ليه لمعه اللي في الاول ده. تصاميم تحفه، اطقم روعه ما شاء الله تبارك الله. عايزه اقول لكم الذهب بسعر اليوم، كل ده ذهب جديد للتوضيح، مش ذهب مستعمل ولا اي حاجه خالص. النهارده مصور لكم ذهب جديد مش مستعمل. الذهب النهارده على 230، الذهب على 230. شايفين ما شاء الله، يعني هتلاقي حاجات كتيره قوي قوي باذن الله. خدوا فكره، اعرفوا كوليكشن جديد، كوليكشن 22. شايفين بقى ما شاء الله التصاميم اللي هي بتبقى الحديثه، يعني في حاجات على فكره مهما بيعدي عليها الوقت بتلاقيها برضو بتطلع معاك موضه كل سنه. وفي حاجات بقى ستايلات وكده بتبقى لا معروفه بيها السنه يعني. شايفين من احدث الموديلات الغوايش اللي نزلت، حاجات تحفه طبعا. بقيت بصور بقى دول، دي حلوه قوي قوي، بقيت بصور بقى سواء الاضاءه لونها احمر لونها ابيض. فانتوا قلتوا لي خلاص انه اللون اللي هو الاصفر يعني، ده مش الاحمر، الاصفر يعني عادي، بالعكس بيبرز الذهب. فانا كنت بزعل عشان بخاف ان انتوا ما تستمتعوش مثلا بالمشاهده، فبقيت بصور خلاص وانا مطمنه ان انتوا ان شاء الله مش متضايقين، مش زعلانين مثلا ما الاضاءه يكون لونها اصفر مأثر على الذهب ولا حاجه. تمام كده، يا رب ان شاء الله ان هو الفيديو يعجبكم. شايفين تحفه تحفه ما شاء الله، حاجات روعة بصراحة. يجمع بقى، تجمعوا بقى الناس اللي بتحب الذهب، يلا وتنزلي بتعليقات حلوة كده. وحشتني تعليقاتكم، وحشتني، ولا سألتوا عليا ولا اي حاجة خالص، بل بالعكس انتوا بجد وحشيني، وحاسة ان انا مفتقداكم، مفتقدة الكلام معاكم. من اول رمضان ما صورتش ولا فيديو، انتوا عارفين الوقت في شهر رمضان بقى، يعني كل عام وانتم بخير، فالحمد لله رب العالمين. ليا طلب عندكم، شايفين التحفه، شايفين ما شاء الله ما شاء الله. ليا طلب عندكم، لما ارفع بس فيديو على المنتدى من الفيديوهات القديمه اللي عندي، بتمنى ان انتوا تدخلوا وتشاهدوها، حتى لو هتشاهدوا منها 3 4 دقائق يعني، ارفعوا لي الفيديو. كمان مش بيبقى عندي وقت ان انا انزل اصور في رمضان، فيعني حاجه كده علشان يعني علشان خاطري، عشان بس القناة تفضل شغالة يعني. ده بس طلبي يعني، متعشمة فيكم بصراحة. لما ارفع لكم فيديو معلش ادخلوا وشوفوه، حطوا له لايك، حتى لو حطي التليفون جنبك يعني، حتى لو مش عايزة تشاهديه يعني،
بس عشان خاطر بجد مش بلاقي وقت ان انا انزل واصور، وبحاول يعني هحاول الايام اللي جايه دي انزل لكم فيديوهات باذن الله. اللي يشوف الفيديو ده باذن الله باذن الله يكتب لي عايزين تصوير منين، يعني في حاجات خلاص استكفيتوا منها بقى فتره رمضان، يعني فتره قبل ما قبل رمضان، فبحس ان انا لو صورت مثلا حاجات للمطبخ وكده فخلاص يعني الناس استكفت، فاهمني؟ فاكتبولي اكتبولي اديوني ارائكم عايزين الفيديو اللي جاي منين، وركزوا بقى في الجمال ده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني بجد حاجه كده تفتح النفس، حاجه تديكي بهجه طاقه. مش هيفهم الكلام ده يا جماعه غير عشاق الذهب، ليه عشاق وفي ناس ملهاش خالص فيه، سبحان الله. في كمان سلاسل حلوه قوي قوي وسباحه هتشوفوها دلوقتي معايا في الفيديو، حلوه جدا هتعجبكم باذن الله. شايفين الجمال؟ شايفين الدقه، دقه التفاصيل يعني والتصميم ما شاء الله. قلت لكم سعر الذهب 230، الجديد على 230، نزل شوية عن اخر مرة انا صورت فيه كان على 235. طبعا بيختلف الكويتي من البحريني من كده علشان المصنعية، لسه يا جماعة المصنعية خلي بالكم. في سباح حلوة قوي هتشوفوها دلوقتي. انا عارفه مثلا الحاجات الملونه وكده، يعني انا عن نفسي ماليش فيها، يعني الحاجات الملونه ماليش فيها، انا احب الذهب اللي هو اصفر اصفر خالص. يعني دول اللي جبتهم في الاول يا جماعه عشان اللي ملحقش يشوفهم، بس شوفوهم تاني ما شاء الله، يعني حاجه خيال. شايفين الجمال ده؟ هندي ده التصاميم دي هندي، في حاجات هندي برضو في الفيديو هتشوفوها. اه ده حلو قوي، ده اللي هو فيه القلب اللي هو ازرق، بس ما بحبش بقى برضو، خلوا بالكم خلوا بالكم عشان ما ندخلش في حاجات غلط. الحاجات مثلا ان انت تاخدي قلب ازرق او عين زرق او الكلام ده كله حرام، فخلوا بالكم انتبهوا. يعني انت مثلا بتبقي جايباها عشان بغرض تمنعي حسد وكده، فده بقى انت دخلتي في حتة غلط، يعني خلي بالك. يعني هي ليها ناسها، بس بصراحة ماليش، بقول لكم في الحاجات اللي هي الملونة ماليش فيها خالص، بس طبعا ليها ناسها. احنا قلنا يعني الأذواق بتختلف من واحدة للتانية. كمان ما بحبش السلسلة الرفيعة خالص دي، ما بتمشيش برضو معايا، بحب الحاجة كده تكون متينة شوية. شايفين بقى الجمال يا قراشي؟ حلوة قوي قوي، طبعا حلو كمان سمك الغويشة كده حلو قوي جميلة. شايفين هنا في أسعار، ده صاحب المكان، وهنا في أسعار على 2600 بتبدأ أصغر واحدة، يعني أو سعر الواحدة بتبدأ من 2600، عيار 21 وبتبدأ من 2800 الواحدة يا جماعة، بتبدأ بداية يعني على حسب الوزن. شايفين ما شاء الله روعه مموجه كده وحلوه برضو، دول حلوين قوي، اوزانهم تقيله والواحده عريضه، يعني تشوفيها تقولي اسوره، هي غويشه مش اسوره على فكره، بس تشوفيها تقولي اسوره لانها في نفس الحجم، حجم الاسوره برضو. دي حلوه قوي قوي، دي فيها بقى لازوردي، يعني داخل فيها شغل تاني مش ذهب اصفر اصفر، بس روعه جميله جميله. دي 23 جرام، فاضربيها بقى واحسبيها، بس لسه المصنعية وكده. دي كده برضو اسورة مع الخاتم او مع الدبلة. شايفين؟ اه شايفين برضو دي تشكيلة، ده هندي، ده هندي بقى خلوا بالكم، ده هندي. يلا حطلكوا اسم القناة، يلي مش مشترك فيها يشترك فيها. شايفين؟ شايفين الجمال؟
شايفين بقى الموديلات الجديدة يا جماعة، الموديلات الجديدة اللي هي نازلة، موديلات 22 تحفة. ده كف بقى، شايفين الكف ده، ده اللي كده على الايد، على الاسورة بتاعت الايد مع الخواتم، ده كف. احسن حد يعرض حاجته صاحب المكان او موظف المكان بصراحة، يعني بحاول اجيبها من هنا لهنا علشان اشوف يعني هتطلع يعني في احسن حالها ازاي، او احسن لقطة تبقى ازاي، بس احسن حد يعرض الحاجة يا صاحب المكان يا الموظف بقى. شايفين، شايفين عارضها ازاي، وانا ببقى محتارة احطها فين، احطها فين عشان اعرض مثلا سلسلة او كده، فاهم شغله كويس. شايفين الاسعار، انسيلات بقى من اللي هي اللي هي مش تقيلة ومش خفيفة، حلوة دي، حلوة حلوة قوي. 2300، 2500 و1500 كده. بس عامله لكم الاسم، اسم القناه كده والله، علشان بس ايد الاستاذ يعني اللي مصور، فمش حابه يعني ان انا يعني مش حابه يعني اضيع لكم اللقطه الحلوه، فاهميني، مش هتفهموا قصدي، في حاجه في دماغي يعني، فاهم، فعدوها يعني هنا هتفهموا. شايفين بقى برضو السلسله دي حلوه قوي قوي قوي، جميله برضو دي، حلو. مش عارفة زهرة كلها ولا لا، وانا بسجل الصوت مش كل حاجة زهرة قدامي زي ما قلت لكم قبل كده. حلوة دي، جميلة قوي قوي ما شاء الله، السبحة دي، السبح اللي فاتت كانت، شايفين بقى دول السبح اللي فاتت، الكام واحدة اللي فاتوا كانت 1700 و8600 و6500. اندمجت معاكم ونسيت اقول الاسعار، اللي عايز سعر اي حاجة يا جماعة بس يكتب لي في الكومنت. كانت اكبر واحدة فيهم على 8600، كنت يعني هنحط الاسعار معايا جنبي عشان اقول لكم، وصدقوني اندمجت وانا بتفرج على الفيديو تاني ونسيت اقول لكم. فالسبح اللي فاتت، السبح اللي فاتت دلوقتي كده، قبل دي يعني، الكام سبحة اللي قبل دي، الاسعار بتاعتها 1700 و8600 و6500 وكده. ف اللي عايز بس سعر حاجة يكتب لي، معلش اما بقول لكم بحب الذهب جدا، فانا ركزت فيه اصلا. السويرة مع الخاتم ده كده طقم مع بعض، حلوين برضو، حلو اللي بحب اللي بيبقى فيه الحبيبات دي. دي جبناها قبل كده، مش بقول لكم بحب اللي فيها الحبيبات دي، بس هي جميلة، بس يعني مش عارف يعني، تهيأ لي لو السلسلة اسمك من كده شوية. دي هندي لونها اصفر شوية لو تلاحظوا، لونها احمر احمر شوية كده لو تلاحظوا، احب اللون الاصفر اصفر، الهندي بيعجبني التصميم، لكن اللون لا. شايفين اللمعة، شايفين ده ذهب خالص، ده اصفر، شايفين اللمعة يا جماعة، شايفين ما شاء الله ما شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تستمتعوا كده بالمشاهدة. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش حبايبي حطوا لي اللايك، واللي مش مشترك عندي يشترك عندي وفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، اساور او غوايش بنوتاتي صغيرين. شايفين ما شاء الله، اشوفكم على خير.